السلام عليكم. الأرقام القياسية تعتبر آخر جزء ممكن أن يقال في هذه المادة. الرقم القياسي هو نسبة مئوية تستخدم لقياس مدى التغير في ظاهرة معينة عند فترة زمنية معينة، نسميها فترة المقارنة، إلى فترة زمنية أخرى سابقة بنسميها فترة الأساس. فإذا كان عندنا سلعة معينة سعرها مثلا سنة 2010 هو 4 جنيه وفي سنة 2013 أصبح سعرها 5 جنيه، فإن الرقم القياسي البسيط للأسعار يمكن الحصول عليه بقسمة السعر في سنة 2013 التي تعتبر هي هنا هي سنة المقارنة على سعر نفس السلعة سنة 2010 والتي تمثل سنة الأساس، وبتحويل النتيجة إلى نسبة مئوية من خلال الضرب في 100 نحصل على الرقم القياسي للسعر. في المثال اللي فات ده لما هنقسم السعر 5 على السعر 4 هتطلع ونضرب في 100 هتطلع النتيجة 125%. ده يعبر على أن سعر هذه السلعة قد ارتفع بنسبة 125% ناقص 100% ارتفع بنسبة 25% في عام 2013 مقارنة بعام 2010. والأرقام القياسية دي أحد المؤشرات الهامة والضرورية واللازمة لقياس بعض أوجه التغيرات في النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة كلها. كما تشغل الأرقام القياسية مكانا هاما بين المقاييس الإحصائية المستخدمة في دراسة التغيرات التي تطرأ على كثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية أيضا وغيرها من الظواهر المختلفة، وعادة نستخدم بعض الرموز للتسهيل في العمل. يعني مثلا العين بنقول عليه السعر، الكاف نقول عليها الكمية، الزيرو نقول عليه ده سنة الأساس، والواحد نقول عليه سنة المقارنة. وعليه يكون لما أقول عين صفر تبقى ده يبقى ده السعر في سنة الأساس، عين واحد يبقى السعر في سنة المقارنة، كاف صفر الكمية في سنة الأساس، كاف واحد الكمية في سنة المقارنة. لما أقول عين صفر مضروبة في كاف صفر يبقى ده يعبر عن القيمة في سنة الأساس، قيمة السلعة، قيمة اللي هي السعر في كميتها. لما أقول عين واحد كف واحد تبقى دي القيمة في سنة المقارنة. الرموز دي هي اللي هنتعامل معاها بعد كده، وعليه ان احنا ناخد بالنا من الصفر والواحد والعين الكاف. بالرجوع للمثال الرقم اللي كان واضح في الأول باستخدام الرموز السابقة، نجد أن الرقم القياسي البسيط للسعر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده هو عبارة عن ايه؟ سعر السلعة سنة 2013 على سعر السلعة 2010 مضروب في 100، اي ان الرقم القياسي البسيط للأسعار لهذه السلع عين واحد بتاع المقارنة على عين صفر بتاع الأساس ونضرب في 100 هيديني الرقم 125%. معنى ذلك أن السعر زاد من عام 2010 إلى عام 2013 بنسبة 25% كما سبق إيضاحه. الرقم القياسي قلنا أنه هو عبارة عن مؤشر إحصائي يقيس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة، كمية أو سعر أو قيمة أو أجر في فترة ما تساوي المقارنة، أو دخل أو أي متغير اقتصادي ممكن نعبر عنه، تسمى فترة مقارنة، مقارنته بالنسبة لفترة سابقة عليها تسمى فترة الأساس. تاريخ الأرقام القياسية يرجع إلى عال استخدمها إحصائي إيطالي اسمه كارلي 1764 لمقارنة الأسعار في إيطاليا لسنة 1750 بالأسعار في سنة 1500، يعني بينهم فترة زمنية طويلة جدا، كما تم استخدامها بصورة أوسع بعد ذلك حين اهتمت الحكومات
بتركيب وحساب بعض الأرقام القياسية. نشوف بقى مجالات استخدام الأرقام القياسية. الأرقام القياسية المشهورة في المجالات الاقتصادية، نلاقي الرقم القياسي لنفقة المعيشة، الرقم القياسي لسعر المستهلك، الرقم القياسي لأسعار الجملة، الرقم القياسي للإنتاج، رقم قياسي للصادرات، رقم قياسي للأجور، القيمة، القوة الشرائية للنقود، كلها أرقام قياسية مهمة جدا. ويلاحظ أن الرقم القياسي للأسعار المستخدم في المثال السابق تم استخدام سلعة واحدة بس، وقد يدخل في تكوين الرقم القياسي أكثر من سلعة. وفي هذه الحالة يجب مراعاة بعض الاعتبارات الهامة عند تكوين الأرقام القياسية، سواء كانت خاصة بالأسعار أو خاصة بالكميات، وهي أولا أن تكون أسعار تلك السلع الداخلة في تكوين الرقم القياسي مقاسة بنفس وحدات القياس، جنيه مصري، دولار أمريكي، جنيه إنجليزي، المهم تكون وحدات القياس لكل السلع واحدة. كذلك يراعي نمرة اتنين، يراعي أن تكون الكميات، احنا اتكلمنا فوق عن الأسعار، الكميات بقى من السلع الداخلة في تكوين الرقم القياسي مقاسة بنفس وحدات القياس، يعني اقيس بالكيلو أو بالطن أو يعني كل يبقى مقاس بمقياس واحد. نمرة ثلاثة، تحديد الهدف من تكوين الرقم القياسي بدقة ووضوح. أنت عايز تقيس التغيرات في الأسعار أم في الكميات أم في القيمة. نمرة أربعة، تحديد مجال الرقم القياسي، بمعنى آخر تحديد السلع اللي يشملها الرقم وضمان استمرار تداولها خلال فترة الأساس والمقارنة. ما تجيش في المسافة بين الأساس والمقارنة والسلعة دي ما عادتش بتستخدم، ما ينفعش، لازم تكون ماشية وشغالة من فترة الأساس إلى فترة المقارنة. نمرة خمسة، اختيار فترة أساس مناسبة، ويفضل أن تتمتع هذه الفترة بالاستقرار الاقتصادي، يعني ما يكونش فيها رواج كبير أو كساد غير عادي أو يكون فيها حرب أو يكون فيها يعني مشاكل اقتصادية كبيرة أو يكون فيها زلازل أو يكون دي، كل ده يؤدي إلى عدم التمتع بالاستقرار الاقتصادي. دي فترة الأساس، هذا الكلام على فترة الأساس. آخر حاجة وهي نمرة ستة، اختيار الصيغة الرياضية الملائمة لتكوين الرقم القياسي، تحديد ما إذا كانت الصيغة بسيطة أم مرجح، وحنشوف يعني إيه بسيطة ويعني إيه مرجح. الصيغ البسيطة للأسعار، من أشهر هذه الصيغ منسوب السعر، ويعتبر من أبسط الأمثلة للرقم القياسي، وهو نسبة سعر السلع خلال فترة المقارنة إلى قيمة نفس السلعة في فترة الأساس، نفس السعر في فترة الأساس. نمرة اتنين، الطريقة التجميعية البسيطة، وفقا لهذه الطريقة يتم نسبة مجموع، مش هنقول سلعة واحدة بس، لا هنقول عدة سلع متشابهة في الكميات، متشابهة في وحدات الايه القياس، كميات نسبة مجموع أسعار أو كميات السلع في سنة المقارنة إلى مجموع أسعار نفس السلع وكميتها بس في سنة الأساس. نمرة ثلاثة، الوسط الحسابي لمناسيب الأسعار، إيه هو؟ عبارة عن إن أنا أجيب مناسيب الأسعار لعدة سلع مقسوما على عدد هذه السلع، وسط حسابي عادي. الصيغ المرجحة للأرقام القياسية، أول صيغة هي الرقم لاسبير، اسمه لاسبير، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس. وحنبص عندنا نلاقي صيغتين، الصيغة الأولى رقم قياسي تجميعي للأسعار مرجح، يعني إيه مرجح؟ يعني مضروب ب، مرجح بكميات فترة الأساس، يعني بضرب السعر في ك
كميه السعر للاساس في الكميه بتاعه الاساس. وفي هذه الصيغه بيفترض ثبات اذواق المستهلكين واستمرارهم في استهلاك نفس كميات السلع حتى لو تغيرت اسعارها ارتفاعا او انخفاضا. الصيغه الثانيه صيغه الرقم القياسي التجميعي للكميات مرجحا باسعار فتره الاساس، يعني الكميه هتتضرب في سعر فتره الاساس، اللي فوق السعر يتضرب في كميه فتره الاساس، بينما ده الكميه مرجحه باسعار فتره الاساس. ويفترض في هذه الصيغه ثبات الاسعار في فترتي الاساس والمقارنه بصرف النظر عن تغير الكميات المستهلكه في الفترتين. نيجي للرقم الثاني، الرقم الثاني اسمه رقم باش، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنه المقارنه. اللي فوق كان باستخدام سنه الاساس اللي هو لاسبير، بينما ده باستخدام سنة المقارنة، يعني اللي فوق هضربه في سنة الأساس سواء ككمية أو سعر، اللي تحت هيبقى مرجح باستخدام سنة المقارنة كمية أو سعر. وله أيضا صيغتان في رقم لاسبير، وله أيضا صيغة في أسعار مع أساس، وهو فرض غير مقبول أيضا. ولكن بالرغم من ذلك الاختلاف بين رقمي لاسبير وباش الناجم عن اختلاف الأوزان المستخدمة، إلا أن كليهما يشير إلى اتجاه نحو التغير. الأخير هو الرقم القياسي الأمثل. رقم القياسي الأمثل هو عبارة عن علاقة بين رقم لاسبير ورقم باش. هنضرب رقم لاسبير اللي جبناه في رقم باش اللي جبناه ونحطه تحت الجذر التربيعي، يقوم يدينا رقم القياسي الأمثل، وهذا الرقم القياسي دايما يطلع لنا بين قيمة رقم لاسبير ورقم باش، لا هيقل عن رقم لاسبير ولا هيزيد عن رقم باش، وياخد القيمة بين الاتنين بين رقم لاسبير ورقم باش. نشوف هذا الكلام. سبق يتضح أن هناك طريقتين أساسيتين لتركيب الأرقام القياسية. الطريقة البسيطة غير المرجح بنقول عليها رقم قياسي بسيط للأسعار، عين واحد على عين صفر ونضربه في 100، ويتم حسابه لكل سلعة على حدة، ويرمز للسلعة بالرمز س. طب الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار، لاحظ بنقول مج عين واحد تجميعي مج على مج عن صفر في 100، وده بيتم حسابه لمجموعة من السلع. طب الوسط الحسابي لمناسيب الأسعار، سين اللي فوق اللي هي الرقم القياسي البسيط للأسعار، ده لسلعة واحدة، دي سين الرقم القياسي البسيط للأسعار سين، هنجمعه لكل الأسعار السلع اللي عندنا، يبقى مج سين على نون، نون دي مين؟ عدد السلع. وبعد ما يحصل كده أضرب الكلام ده في 100 عشان يبقى وسط حسابي لمناسيب الأسعار. الأرقام بقى القياسية المرجحة اللي هي هتضرب، مرجح يعني يضرب، يضرب في إيه؟ يا إما في كمية أساس يا إما في كمية مقر. نشوف كده الرقم القياسي للأسعار المرجح بكميات فترة الأساس، يعني انا هرجح بكميه بالكميه بكاف بتاعت مين؟ كاف فتره الاساس، ده اسمه رقم لاسبير للاسعار. مج عين واحد كاف صفر على مج عين صفر كام صفر، اجيب اللي فوق ده ازاي؟ كل سعر سلعه في سنه المقارنه اضربه في كميتها في سنه الاساس، واقسم على مجموع كل سعر سلعة في سنة الأساس أضربها في كميتها في سنة الأساس. لاحظ إن كاف صفر فوق وكاف صفر تحت، كاف صفر مضروبة في عين واحد
اللي هي سعر المقارنة، وكف صفر اللي تحت هي نفسها مضروبة في عين صفر اللي هي سنة الأساس. الرقم القياسي الثاني للأسعار المرجح، بس ده بكميات فترة المقارنة، اللي بنسميه رقم باش للأسعار. هو عبارة عن إيه؟ مج عين واحد كف واحد مج على مج عين صفر كف واحد ونضرب في 100. إيه تغيير باش عن لاشبير اللي فوق؟ مج عين واحد، عين واحد هي عين واحد تحت، عين صفر هي عين صفر تحت، ولكن اللي فوق كف صفر، اللي تحت بقت كف واحد. كمية المقارنة، ده سنة، ده رقم باش للأسعار. للتفرقة بين رقم لاسبير للأسعار ورقم باش للأسعار، لاسبير مرجحة بكمية أساس، هنا في حرف سين وهنا في حرف سين في الأساس ولاسبير، الأساس لاسبير. يبقى أنا هقول مج عين واحد كف صفر فترة الأساس على مج عين صفر كف صفر، أنا بقول كمية الأساس كف صفر. تعالى بقى الرقم باش. باش عبارة عن أسعار مرجحة بكمية فترة المقارنة، تمام؟ هنا بقى يعني إن كان ده هيبقى أساس لاشبير، اللي بعديه هو بتاع الكميات للمقارنة. نمسك بقى الرقم الأمثل للأسعار، كده بنتكلم على الأسعار. هو عبارة عن إيه؟ بنسميه رقم فيشر الأمثل. الرقم ده هو عبارة عن الجذر التربيع لرقم لاسبير في رقم باش. رقم لاسبير هاخده واحطه بدون الضرب في 100، ورقم باش هاخده واحطه تحت الجذر بدون الضرب في 100. بعد ما اضرب الرقمين في بعض واجيب الجذر التربيعي ليهم اخد اضرب الناتج في 100. واضح زي ما هو تحت اهو، الجذر التربيعي لمج عين واحد كف صفر في مج عين على مج عين صفر كف صفر في مج عين واحد كف واحد على مج عين صفر كف واحد، وبعد ما ضربتهم وخدت الجذر هضرب الناتج في 100. يجي بقى الرقم القياسي الاخير وهو القيمه. هو عباره عن ايه؟ هضرب مج عين واحد في كف واحد على مج عين صفر في كف صفر، يعني باخد السعر في المقارنة مضروب في الكمية بتاعت المقارنة على السعر في الأساس مضروب في الكمية بتاعت الأساس، لما أضربه في 100 يديني الرقم القياسي للقيمة. هذا مثال بيانات التالية توضح الأسعار بالجنيه والكميات بآلاف الوحدات، يعني أنا موحداهم بسعر، بالسعر بالجنيه والكمية، كل كمية من الكميات اللي عندنا كف صفر وكف واحد هي عبارة عن آلاف الوحدات، بس ما حطيناش الإصفار عشان يبقى التعامل مع المسألة سهل. لثلاثة أنواع من السلع ألف وبه وجيم خلال 2010 و2015. هتبقى سنة 2010 هي سنة الأساس و2015 هي سنة المقارنة. المطلوب هات الأرقام القياسية الآتية باعتبار سنة 2010 هي سنة الأساس. هات الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار، والرقم القياسي للقيمة، والرقم القياسي للأسعار مرجح بكميات فترة الأساس لاسبير، والرقم القياسي للأسعار المرجح بكميات فترة المقارنة باش، والرقم القياسي الأمثل للأسعار. هناخد الجدول. السلعة ألف وب وج، وهحط تحتها مجموع. مجموع مين بقى؟ مجموع القيم اللي أنا هحطها في الجدول. هحط قيم عين صفر اللي هي سنة الأساس من الجدول، وأحط قيم عمود تاني كف صفر، وأحط قيم عين واحد، وأحط قيم كف واحد. دي القيم دي اللي موجودة عندك في الجدول السابق. هحط المجاميع بتاع كل عمود منهم. عين صفر مجموعه 6، كف صفر مجموعه 12، عين واحد مجموعه 11، كف واحد مجموعه 14. ايه بقى الاربع اعمده التانيين دول؟ انا كل اللي محتاجاهم في الارقام القياسيه اربع قيم فقط. عين صفر كف صفر، وعين واحد كف واحد، وعين واحد كف صفر، وعين صفر كف واحد. هتحطهم بالترتيب ده او باي ترتيب انت عايزه مفيش مشكله. المهم ان الاربع اعمده دول انت اللي هتكونهم.
عن صفر كف صفر هتجيبها ازاي؟ اضرب كل قيمة لكل سلعة عن صفر بتاعتها في كف صفر بتاعتها. يعني هقول عند السلعة ألف 3 في 4 يبقى 12، عند السلعة ب 2 في 5 يبقى في 10، عند السلعة جيم 1 في 3 يبقى 3. هزيد ايه؟ هجيب المجموع بتاعهم. ليه بجيب المجموع؟ لان بجيب الرقم القياسي مجموع، بجيبه مجاميع. طب العمود اللي بعد كده عين واحد مضروبة في كاف واحد، هقول السلعة ألف عين واحد بتاعتها 5 تتضرب في كاف واحد بتاعتها 5، 5 في 5 ب 25، ثم السلعة ب 4 في 6 ب 24، ثم السلعة ج 2 في 3 ب 6، واعمل ايه؟ اجمع. اخد العمود اللي بعد كده عين واحد هضربه في كاف صفر، انت معلم هنا اهو كاف صفر وعين واحد، للسلعة ألف 4 في 5 ب 20، 5 في 4 ب 20، 3 في 2 ب 6 واجيب المجموع. اخيرا اخر مجموع اخر عمود عين صفر في كاف واحد، عين صفر اهو العمود عندي اهو الاولاني خالص، والعمود اللي بعد الرابع هو عمود كاف واحد. 3 في 5 ب 15، 2 في 6 ب 12، 1 في 3 ب 3 واجيب المجموع. كده انت عملت الجدول. بعد كده العمليه سهله جدا في ايجاد اي رقم قياسي انت محتاجه. الرقم التجميع البسيط للأسعار، كلمة التجميع يعني مجموع، يبقى هجيب مجموع مين الرقم القياسي ده؟ مج عين واحد على مج عين صفر، 11 على 6 في 100 يديني 183 و3 من 10%. ده معناه ايه؟ ان الأسعار ارتفعت من سنة 2010 إلى سنة 2015 بنسبة 83.3%. ليه؟ كم سلعة؟ للسلع التلاتة دول بس، مش بصفة عامة، أنت واخد التلاتة دول بس. الرقم القياسي للقيمة اللي احنا عايزينه بيساوي إيه؟ الرقم القياسي للقيمة مج عين واحد كف واحد على مج عين صفر كف صفر وأضرب في 100. مج عين واحد كف واحد 55، مج عين صفر كف صفر اللي هي عندي 25، 55 على 25% اداني 220%. اذا يعني ده ان القيمة بتاعت التلات سلع دول ارتفعت من سنة 2010 الى سنة 2015 بنسبة 120%. اطرح من 220 100، تقوم تديني 120% للسلع التلاتة اللي معايا. ايه اللي انا عايزاه بعد كده؟ الرقم القياسي للأسعار المرجح بكميات فترة الأساس. أسعار مرجح بأساس، ده يبقى لاسبير. فهترجم الكلام اللي قدامي، أسعار مرجح بكمية الأساس، يبقى عين واحد في كف صفر لأن احنا بنحط السعر بالمقارنة على السعر بالأساس، يبقى عين واحد كف صفر بس إيه؟ ها؟ مجموع رقم قياسي مرجح بكميات في كلمة مج، يبقى مج عين واحد كف صفر على مج عين صفر كف صفر وأضرب في 100 يديني 184%. يبقى اتغيرت بنسبة كام؟ رقم لاسبير للأسعار اتغير بنسبة كام؟ بنسبة 84%. طب الرقم القياسي للأسعار المرجح بقى المرة دي بكمية المقارنة، كل اللي هعمله ان هشيل كف صفر من لاسبير واحط كف واحد، بس القيم دي هجيبها منين؟ من الجدول اللي احنا عاملينه. تبقى 55 على 30 في 100 يديني 183 و3 من 10. تمام؟ خلصنا ده، يبقى زاد باش بنسبة كام؟ 83 و3 من 10. بينما الأسعار زاد بنسبة كام؟ 84. مبدئياً رقم فيشر الامثل لازم يطلع بين 184 و183 و3 من 10، لا يزيد عن ال 184 ولا يقل عن ال 183. رقم القياس الامثل للاسعار اللي هو رقم فيشر الجذر التربيعي، رقم لاسبير في رقم باش واضرب في 100.
هاخد مج عين واحد كف صفر على مج عين صفر كف صفر في مج عين واحد كف واحد على مج عين صفر كف واحد، والناتج بعد ما اخد الجذر يتضرب في 100. هناخد اهو، بص انت للاسبير وبص الباش، هاخد 64 على 25 تحت الجذر مضروبه في، بص الرقم باش 55 على 30 مضروبه فيه، هاخد هضربهم في بعض واخد لهم الجذر التربيعي، وبعد ما اخد الجذر التربيعي اضربهم في 100. تمام؟ لو انت بصيت على الشكل اللي طالع لك ده هيبقى 183.6. واضح ان 183.6 موجوده بين 184 و 183.3. هتلاقي بين الرقمين الرقم 183.6، لا يمكن يقع خارج هذه المساحه. كده الجزء بتاعنا خلص بتاع الارقام القياسيه، مفيش غير الجزء ده اللي مقرر عليك في الارقام القياسيه. والمطلوب من جميع الطلبه والطالبات النظر في التمارين المحلوله بالكتاب المتعلقه باللي انا اتكلمت فيه بما تم ايضاحه سابقا مع حل التمارين غير المحلوله ايضا للاستفاده منها، مع توفيق الجميع باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.